كيلو الورق بيعمل كام ورقة؟ ده ورق على الميزان اهو، والامور من تحت تمام، مفيش خابط في حاجة، مش خابط في حاجة. عامل 1031، ادي كده كيلو لو شلنا دي ورقة، بعمل 989 كده، نقول كده ايه 1000 جرام. عامل بقى كام ورقة اهو؟ 1031 جرام. عامل كام ورقة؟ تعالوا نعده، ادي كده ورقة، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين 25 ورقة تقريبا. الورقة طولها 1 متر في 80 سنتي، دوت متر، 1 متر، وده تقريبا اقل شويه يعني 80 سنتي، يعني كده الكيلو بيعمل 25 ورقه. يعني دول مثلا 3 1 2 3 3 3 ورقات، بعد كده الميزان صفر، 3 ورقات 100 524 جرام كده، يبقى الثلاث ورقات عملوا 124 جرام، يعني الورقة تقريبا 40 جرام ممكن، ويختلف ممكن في التصنيع يختلف، والموضوع برضو مش ثابت على كله، لان في ورق بيكون ممكن يكون اخف من ده، الكيلو يعمل ورق اكتر، وده يعني ننصح بيبي اللي بيشتري ورق عشان يلزق عربيات، اشتري الورق لو انت بتعمل بالميزان الورق الخفيف، يرمي معاك ورق اكتر، تلزق عربيات اكتر، ولو الورقة وزنها تقيل ممكن الالف جرام دول ممكن يعملوا 15 ورقة او حاجة، ممكن يعملوا 10 ورقات على حسب، لو الورقه تقيله. جينا بصينا المرمى زي دي اتلزقت، ادي اللي اتبقى، اتبقى كام ورقه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اتبقى 9 ورقات. وين 9 من ال 25 ورقه؟ ادي المرمى اتلزقت بالشكل ده، ممكن بقى انتوا تعدوا الورق 1 2 3 4 تعدوا بقى، يعني وجهه نظر بس مش اكتر، ممكن نتفرد عليها مشمع احيانا ممكن، يعني حبينا نشارككم الفكره بس. هنا 1 2 3 4 بس، واللي عنده اي اضافه يسيبها في التعليقات، والسلام عليكم.